مشاهدينا، تواجه الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر موسم صيفي مزدحم من قبل المواطنين اللي انتهت جوازاتهم، وعدت لهذا الأمر خطة عشان تسهل عملية إنجاز هذه المعاملات خلال فترة وجيزة طبعا، وخصوصا أن أعداد الكويتيين بدأت تكتظ في هالأيام في هذه الإدارة وحول هذا الموضوع، وأيضا مشروع الجواز الإلكتروني وكل ما يتعلق بشؤون الجنسية والجوازات. يسرنا أن يكون معنا مدير عام الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر العميد يوسف السنين. حياك الله معنا أبو سليمان. حياك الله أبو سليمان. حياكم الله. الله يخليك. الله يعينكم طبعا هالفترة. لكن بداية قبل لا نبدأ حوارنا، بنشوف هذا التقرير عن إصدار الجواز وراح نبدأ حوارنا، واللي إن شاء الله نبي ننصح فيه وايد المواطنين. بنشوف هذا التقرير. عندنا في إدارة العامة للجنسية ووثائق السفر احنا نقوم خدمة تجديد الجوازات، الإصدار للجوازات. طبعا الإصدار المراجع لازم في وقت إصدار الجواز طلبات المطلوبة، الإصدار أول مرة صورة طاقة مدنية، صورة شهادة ميلاد، أربع صور شخصية خلفية زرقاء حديثة، مقاس 4x6. والتجديد نفس الشيء، حضور الشخص مع جوازه القديم مع أربع صور والطوابع من هنا. من عندنا احنا نجدد الجواز قبل لا ينتهي بسنة. الست أشهر هذه المهلة الأخيرة طبعاً اللي يجدد فيها، في بعض الدول ما تستقبلها أو المطارات ما تطلع إذا الجواز باقي فيه ست أشهر. مطارنا ما يطلع إذا في آخر ست أشهر من الجواز. الفقدان نوعين، في فقدان داخل الكويت، في فقدان خارج الكويت. طبعا الجواز مفقود، في وايد ناس ما تهتم حق الموضوع هذا، مع انه موضوع جدا مهم. انت جوازك لما يضيع ممكن اللي بيده الجواز يستعمله في اشياء ثانيه، يرهنها، يبيعها، ياجر فيه سياره، يسافر برا، يستعمله برا. اذا انت ما بلغت في حال فقدان جوازك في نفس اللحظه ممكن تترتب عليه مشاكل كثيره. كذلك اللي يفقد جوازه برا الكويت، فقدان خارج الكويت، الاجراء يروح يقدم نفسه حق السفاره، يعطونه وثيقه عشان يدخل فيها دولة الكويت. بناء على هذه الوثيقة إيه هني راجعني، نعملها نفس الإجراء كأنه فقدان داخل الكويت. في خدمة وفرتها وزارة الداخلية مع شركات اتصالات قيمتها دينار مدى الحياة، توفر لك، يوصل لك مسج على مخالفاتك، تاريخ انتهاء جوازك، قبل أن ينتهي بسنة يجيك مسج، قبل أن ينتهي بستة أشهر وفي يوم الانتهاء يجيك مسج. نفس الشيء يشمل مخالفات المرور، الهجرة، الخدم، الأمور هذه، اللي سافر الخدم، إقامة الخدم، كلها يجيك فيها مسجات أول بأول. الحين موسم سفر، أتمنى من الجميع ينتبه الجوازة عشان احنا ما نكون مسببين الاعاقه. في ناس للامانه قاعد يدفعون تذاكر بالاف، مبالغ كبيره، يتفاجئ وهو رايح المطار يرجع لنا من المطار وراحت عليه تذاكره وفلوسه والامور هذه. انتبه من جوازك، نفس ما قلت لك انت عندك فتره قبل ان تجيب سنه تجدد، واذا الجواز فيه صلاحيه اخر ست اشهر ما ينفع تسافر، لازم تجدده. حيك ابو سليمان مره ثانيه معنا. حيك طول عمرك. بعد ما شفنا هذا التقرير عن سير عمليه اصدار الجواز الجديد او المنتهي، بسالك شنو عدد الجوازات اللي تسوونها بشكل يومي اصدارها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اول شيء في البدايه اشكركم على ضيافتي في البرنامج. حياك الله. الحقيقه احنا تقريبا نصدر باليوم بحدود من يعني حوالي 1500 جواز كمعدل، يعني اللي هي قصدنا كطباعه، مش اللي هو اصدار الاستمارات التجديد. كطباعه جواز تقريبا بحدود 1500 جواز نصدر باليوم تقريبا. 1500. طيب هذا المعدل يعني.
الموضوع الزحمة قبل الصيف خلاص صارت هذه عرف عندكم وعند المواطنين؟ الحقيقة أنا يعني قاعد نطيح بحراجات في موضوع زحمة الصيف. أنا يعني أدعو أخوان المواطنين من خلال هذا البرنامج لا تي حزة اللزة كل شتيني تقول لي والله أنا أبي أصدر جواز أبي أسافر باكر ولا عقبه ولا الأسبوع الجاي. أنا مصعوب مكان إني أنا أصدر لك جواز بالفترة هذه، لأن يعني كعدالة أنا أتكلم، أنت قاعد تأخذ مكان غيرك اللي أساساً جاي منتظم ويبي يصدر جواز. يا أخوان يعني الإدارة العامة للجنسية، الإدارة العامة عفواً لمراكز الخدمة، عندنا تقريباً بحدود 50 مركز بالكويت موجودين. صح. من الجهرة لعلي صباح السالم بالأحمدية. كل هذه موجودة، تعال قدم جوازك يا أخي، لها 3-4 أيام تستلم الجواز. ليش تيني يعني كلش بوقت الضيج يضكك مرة واحدة؟ يعني ليه يعني أنت لازم تحط ببالك أن أنت تبي تسافر، رايح دافع لك النول مال التذكرة، تبي وحاجز فنادق، ورايح تبي تطلع تأشيرات، وتيني آخر شيء تقول لي جوازي بينتهي. يعني أنا الأسبوع اللي طاف، الخميس اللي طاف، واحد يعني الساعة 1:30 وهو زوجته يعلى بالمطار يقول لي جوازي منتهي. قلت له أنت يعني 1:30 أنا سبيل أسوي لك يعني الحين؟ يقول لي والله يوريني فعلا تذاكر المطار. قلت له أنت الحين عرفت تروح شركة طيارة أو تحجز أونلاين؟ مدخل اسمك بالإنجليزي، ما عرفت تطر عيونك تحت تشوف تاريخ انتهاء الجواز متى ينتهي؟ طبعا في هالحاله ما مستحيل يتم، ما اقدر اسوي له شيء يعني انت، فيضطر انه يكنسل سفرته ويكنسل شغله هذيك. فانا ادعو يعني انا الحين ابيكم ان شاء الله، لا خلص البرنامج، كل واحد من اخوان المواطنين يروح يبطل التجوري، يبطل يراره، يشوف جوازه متى ينتهي. انت رايح مسوي خطه، تبي تسافر عيالك، تبي تستانس، لا تخلي هالشيء هذا هو اللي 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 اللي, اللي يخرب السفره، يخرب سفرتك كلها. اكيد. بالمقابل بسليمان، الحين ايش كثر مده الجواز، صلاحيه الجواز الجديد؟ صلاحيه الجواز الجديد بالنسبه حق اللي اقل من 30 سنه 5 سنوات، نعم، واللي فوق 30 سنه نعطيه 10 سنوات. ونتكلم شوي عن مشروع الجواز الالكتروني، وين وصل الجواز الالكتروني؟ يبي له بعد شوي، يعني اعتقد بحدود 7 شهور تقريبا. خلينا نتكلم عن مميزاته شوي بسليمان، شنو راح يفرق، او الشيب هذا اللي راح يتم اضافته شنو اللي راح يفرق عن الجواز العادي؟ اللي يفرق سلام ان شاء الله ان الجواز الالكتروني الشيب اللي موجود فيه جميع بيانات الشخص، من صوره شخصيه، من بصمه، من حتى قاعد نفكر ندخل اللي هي الايرس اللي هي بصمه العين داخل الجواز، وحتى التوقيع الالكتروني. نعم. فهذه تساعد المواطن يعني حتى في برا الدوله انه تكون بياناته موجوده من خلال كل صوركم موجوده فيه؟ موجوده الصور، موجوده يعني داخل مثلا داخل من طفل، نعم، ده صار عمره 30 باكر الجواز. لا مو كل الصور طبعا، الصور اللي هي الحديثه اللي موجوده، وهي بعد هو تتبع لسفرات الشخص نفسها يعني. لان احيانا مسلمان يشكون بسبب الصور انها فلان وفلان، فاذا ما تنحط الصور مراحل يعني مراحل اصدار الجواز ما تنحط بالشيب. لا هو انا من خلال اصلا انت لما تجيني انا ادقق على صورتك يعني انت كشخص يعني شلون، فبحط لك بس الابديت اخر صوره اللي انت حلو اللي انت حطيتها على الجواز. تمام. بس بالمقابل هذا الجواز لما يتم يعني اصداره ان شاء الله راح يكون جواز جديد نهائيا، يختلف عن القديم كشكل ديزاين بالضبط. انا صراحه ما ادري عنه، بس انا اعرف السمات الامنيه والفنيه اللي فيه. بس انا تدري ايش اللي افكر فيه؟ لو شخص عنده مثلا مجموعه فيز مثلا لدول معينه، شلون راح يتم الموضوع هذا على الجواز القديم نفسه؟ متى ما انتهت الفيزا عاد تطلع فيزا على الجواز الجديد. بس اني انا اقول لك اجبرك انك تنقل، لا، هذه طبعا الدول على حسب هي المعنيه في الامر. صحيح. هذه دول اجنبيه. نعم. نرجع لموضوع الزحمه بالصيف، الحين الداخليه مقدمه خدمه الاس ام اس، يعني قبل لا ينتهي جوازك يدزون لك اس ام اس ويحذرون جوازك راح ينتهي، وكنا حتى قبلها بست اشهر اذا ما غلطان. بالضبط. هي الخدمه هذه مو بس حق الجوازات، حق كل شيء. الخدمه هذه حق انتهاء السياره، حق انتهاء الاجازه، حق انتهاء الجواز، حتى كفالات الخدم. صحيح. اللي عندك حتى دخولهم وخروجهم الخدم يبين عندك. في 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 يجيك اس ام اس، فليش ما تشتركون فيها يا جماعه؟ كل سنه نتكلم عن نفس الموضوع بسليمان، وانتم تتكلمون انه يا جماعه لا تيون
حزت الحزة قبل أسافرون فصير ويت فترات وصلت إصدار الجواز بأسبوعين وثلاثة العام بالضبط العام. وأنا أتوقع هالسنة راح يصير نفس الشيء لأن يعني أنت عندك طول السنة هذه يعني حنا عطينا 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 قلنا لهم يا جماعة اللي جوازه ينتهي قبل سنة يراجع أنا معطيك مهلة سنة كاملة لأن في بعض الدول أصلا ما راح تقبل نهائيا أنك أنت تدش توصل حق الديرة هذه نعم. إذا ما يكون جوازك أكثر من 6 أشهر فيه صحيح صح صحيح صح فأنا الحين أنا كمسؤول في إدارة العمل الجنسية والجوازات أقول لك بعد سنتين يلا تعال لي يا مواطن قبل لا ينتهي جوازك بسنتين تعال بس عشان حتى بسنتين ممكن حتى بسنتين أنا الحين أعطيك إياها كأمر حتى بسنتين أنا من واقع مسؤوليتي أقول لك حتى بسنتين تعال لي أنا ما عندي مشكلة إني أجدد جوازك بس لا تجيني بالفترة هذه طيب تنصح ضيقة. أنت أبو سليمان أن الشخص إذا انتهى جوازه الحين وانتهى جواز زوجته والعيالة الحين ما انتهوا فتنصح أنا أجددهم مرة واحدة أساس أنا أتمنى هالشيء على أساس أنك مرة واحدة بدل لا تروح وترد تروح وترد فخل جوازاتك كلها تواريخ تنتهي مع بعض بالضبط بالضبط ولا بتصير بنلاقي هالسنة يعني هم بالصيف إذا بيستمروا على نفس الوضع المواطنين راح تصير بيصير 3 أسابيع راح تصير نعم صحيح راح تصير أنا يعني إحنا نحاول كثر ما نقدر بس إحنا لنا طاقة يا جماعة في العمل أكيد سليمان بالمقابل خلينا نتكلم عن فقدان جوازات السفر هل تعتبر ظاهرة عندنا بالكويت ونتكلم عن العقوبات أو الجزاءات اللي تيجي والله أنا فعلا أشوفها ظاهرة لسبب بسيط لأن فقدان يعني أنا أتكلم عن 2014 بحدود من 2500 إلى 3000 جواز كان مفقود عندنا معاملة والحين من شهر واحد لليوم بحدود 1080 جواز يا جماعة هذه وثيقة رسمية أنا أتكلم عن الجنسية هذه مواطنة والجواز ما تأخذه إلا بناء على مواطنتك أنك أنت قاعد تمثل الكويت كمواطن طبعاً. بناء على جنسيتك فالإهمال أنك أنت تفقد يعني أنا مستغرب أنا كنت في السابق كنت في مراكز الخدمة تصور فقدان رخصة القيادة ما هي معدل فقدان الجواز أقل بكثير مع استخدامه أقل يعني مع أن استخدامه أقل فالجوازات اللي قاعدة تنفقد يا أخي شيء مهول أنا ماني عارف يعني هذه وثيقة رسمية أصدرت باسم سيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد ومكتوب على الجواز ومكتوب على الجنسية هذه وثيقة رسمية هذه مواطنة يا جماعة ديروا بالكم عليها لازم تحفظها في مكان آمن والمشكلة أن تستغل طبعا بالضبط قاعد تستغل وقاعد الجوازات هذه تنباع برا حتى يعني أنا ما ألومك إذا أنت انبقت عرف شلون هذا شيء خارج إرادتك لكن تقول لي والله أنا نقلت من بيت لبيت ما أدري وين وديت الجوازات فهذا خطأ حطها في مكان آمن حطها في تجولي عندك حطها في أرارة ما حد يشوفها والتالف نفس العملية يعني أنا ذاك اليوم يعني هذه سالفة الضحك بس أبي أقولها يعني واحد ذاك اليوم جوازاتها صادرين صار لهم تقريبا شهرين يدد شهرين الجوازات بطلت قال لي تعرفين الجوازات وعلما أنه مطلع تأشيرات حق من الدول الأجنبية على أساس هذا جاي حاطهم الأخ فوق الكبت وياي ولده مسدح بالصالة وشايف وقاعد يرسم داخل الجواز مسوي لهم كراسة رسم ومشخبط على ويها اخوانه بالقلم انت وينك انت الحين لاف هالدنيا هذه كلها ومطلع جوازات ومفتر بين حق بين السفارات صحيح وتالي تقطهم تخلي هذا الياهل انا ما الومه انا الومك انت كولي امر بس التالف اهون من المفقود التالف طبعا اهون من المفقود لان التالف قدامي قاعد اشوفه واشوفه انه تالف اكيد لكن المفقود هذا انا ما ادري وين راح تحققون فيه طبعا احقق فيه انا واحنا قاعد نسوي عقوبه الشخص اللي ينفقد جوازه نعم 5 شهور عشان يطلع ما لم تكن هناك حالات طارئه للسفر سواء لدراسه او علاج بالخارج او لمهمه رسميه هني انا اطلع لك غير شديد 5 شهور لا لان انت يفترض انك انت تكون حريص على هذه الوثيقه طبعا فانا بس يعني هذه العقوبه الوحيده ان 5 ما تقدر تسوي اكثر طيب من جديد بالتحقيقات كل الفقد هذا اللي مر عليكم في مره طلعتوا شيء بالتحقيق كتهمه وجهتوا لهم تهمه لا ما نوجه تهمه معينه لان انا يعني يفترض اني انا اثق في الشخص اللي جاي قدامي على ما اقدر افتح له محضر واسكب قضيه يعني بس بنهايه اليوم يا جماعه هذه وثيقه رسميه ديروا بالكم عليها
حفظوها في مكان آمن. تي تقول لي أنا والله جوازي ضايع ما أدري وين وديته، وفي بعض الأحيان يبلغ ما له خلق يدور، يبلغ وتالي عقب يومين يجيني والله لقيت الجواز. الحين أنا الجواز هذا تعمم، يعني شوف شوف أهميته إنك تي قاعد نحقق معاك، تجيب لي وقاعد ينزل بالجريدة الرسمية. ترى يبتلش اللي يفقد جوازه احيانا بعض المطارات، لان انت الان خلاص هذا راح المؤشر يتم عليك ابد الابدين، اللي هو الغاء القبض على حامل الجواز رقم كذا اللي هو جوازك القديم. فهذا المؤشر راح يتم عليك. نعم اوكي، انت قاعد تطوف من المنفذ، عرفت شلون؟ بس بنهايه اليوم يعني حتى شكلها مو حلو وقاعد يتعمم عليه على الانتربول، يعني حتى لو تلقاه بتيني تقول لي فعله ما اقدر افعله، خلاص انتهى ينتهي، لازم يطلع جوازي. بس بالضبط إيه، راح يلغى الجواز نهائيا. بس ما تشيلون التعميم هذا من لا ما اشيله، ما اشيله لين 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 اصيد الجواز، لين الجواز يرد لي مره ثانيه بالاداره العامه للجنسيه. اوكي لما يلقاه ويقول لك انا لقيته هني بالمقابل شو يصير؟ بس خلاص الغيه، ذاك الوقت انا الغيه ما عندي مشكله، لان خلاص وثقت ان هذا الجواز. اكيد هذا الجواز ابو سليمان هل يعني يعتبر امن غير قابل للتزوير؟ طبعا اكيد. يعني الجواز الكويتي من 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 اوائل الجوازات بالعالم في 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 يعني السمات الامنيه اللي موجوده داخله. نعم يعني حتى هو مكلف، بس ما بقول كم يعني، بس هو مكلف انه فعلا يعني ما يسكر قيمته، مدعوم يعني من الدوله، عشان كذي السمات الامنيه اللي فيه جواز كويتي وايد عاليه وايد عاليه وايد عاليه. نعم طبعا احنا يمكن جاوبنا على الجواز الالكتروني، بس بكل صراحه كان في تصريح للخارجية بأن الكويت انتهت من كل يعني متطلبات رفع الشنغن، يعني هو الحين الناس مهتمة بالجواز الإلكتروني مو عشان يبون الجواز الإلكتروني، أن الخارجية صرحت قالت أن الحين الكويت وفت كل المتطلبات بس باقي الجواز الإلكتروني. أنا ما أدري شنو نظام يعني ما أدري أنا الإخوان في الخارجية شنو اتفاقهم مع منظمة الأمم الأوروبية، بس إحنا فعلا يعني هذا الجواز ما صدر انا عندي للحين، يعني انا شلون إيه طبعا ادخله في منظمه هذا، بس اذا ممكن صار تاخير صحيح 7-8 أشهر يعني فتره زينه مو يعني ان شاء الله داير سيايه ان شاء الله راح يكون الجواز الالكتروني مع كل المواطنين ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله، يعني احنا يعني ان شاء الله خلاص هذا اللي مهتمين فيه مو قصه شكله ولا فائدته الامنيه، بس انه حاطين بالهم الناس ان هذا اذا يا الشنغن بتنشال. طبعا يعني هذا يساعدك، بس هم انا ما افرض على الدول يعني بنهايه اليوم. لا هم عاد يعني شغلهم متفقين يعني هذا ما افرض على الدول انا ان تعطيني شنغن اساسا الجواز الالكتروني. اكيد بالمقابل تم التشديد بصرف جوازات ماده 17 واغلاق مكاتبها لديكم، فمتى راح يتم اعاده العمل بهذا القسم مره اخرى وين راح يكون مقره الجديد؟ اول شيء ما ادري انا يمكن المعلومه مغلوطه عندكم، ما سكرنا احنا ماده 17 خلينا لليوم استشدد فيه، يعني قاعد نشدد في بعض الاجراءات يعني معقول يعني معقول انت عليك قيود امنيه تبي تاخذ جواز ماده 17؟ هل هي بكل صراحه بس لما موضوع واسطات ولا عندكم 1-2-3-4 ينطبق عليك خلاص؟ لا ما ينطبق عليك خلاص ما تاخذ في يعني، بس هي طبعا اي طبعا هذا ينطبق. لا ما هي عمليه واسطات لا ابدا والله. واللي ينطبق ياخذ، اللي ينطبق عليه ياخذ جواز، شو المشكله؟ حسب الشروط اللي احنا حطيناها، يعني الشروط متغيره ولا ثابته؟ تقريبا هي ستاندر يعني، عرفت شلون؟ لكن في بعض الاحيان يعني تينا امور انه لازم اشدد على امر معين في 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 اصدار الجواز. اما ما يتعلق في موضوع احنا فعلا جادين الان، يعني اتوقع بعد رمضان ان شاء الله راح يصير مركز خاص حق اخواننا المقيمين بصوره غير قانونيه. يعني عندنا اختيار على 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 منطقتي تقريبا. هذا المعلومه اللي عندنا احنا سامعين طشار عشان كذي مقر. لا صحيح في مقر جديد، صحيح الكلام، في مقر جديد وراح يتعامل حتى ويا عن طريق الاونلاين، يعني برنامج جاهز، وعندنا اجتمعنا احنا ويا الاخوان في نظم المعلومات ونزلنا برنامج جاهز على اساس انه حتى هم يتابعون موضوع جوازات. حتى احنا نبي 17 نعمل اونلاين. لا فعلا لا انا اتكلم فعلا صحيح، يعني حتى وان شاء الله بعد المرحله هذه على طول راح ندش على موضوع، لان انا ما ودنا ندخل هالبرنامج وانا ما دشيت على الجواز الالكتروني، عرفت شلون؟ عشان لا تصير عندي عمليه الربكه. بس الاخوان بالنسبه لاخواننا مقيمين بصوره غير قانونيه ان شاء الله راح يعني بيصير لهم مقر قريب كلش. اي نعم يصير لهم مقر قد مطالباتهم، عرفت شلون؟ ولا تتعب راسك. ولوائح معروفه تقريبا، طبعا لوائح وقوانين معروفه عندك وراح تتابع حتى تجديده.
هو انت راح تقدم الطلبات في هذا المركز اللي احنا نقصده اللي هو المركز الخارجي. يجيبون الطلبات عندنا في الاداره العامه ندرسها ونعطي عليها الموافقه وراح يتم اتصال فيك. تعال يا يبا تعال يجيب لك تجديد الماده 17. نعم تجديد الماده 17. يفترض هو هل يفترض اللي خذ ماده 17 فالتجديد اوتوماتيكيا معناته سهل ولا لا؟ لا انت ما تدري يمكن ينزل لك عليك قيد ثاني. عرفت؟ يمكن انت الحين طول الفتره هاي طبعا القيود انا ما املكها. صحيح. فبالتالي فقد الشيء لا يعطي، يعني انا اذا انا ما املك اني انا احط القيد فبالتالي ما املك اني انا اشيله. فالقيود هذه تجي من 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 23 جهه في الدوله يعني. عرفت شلون؟ بس اذا ما لما تجدد احتمال يصير عليك قيد امني لسبب او لاخر يعني. انا اللي ما عنده قيود تجديد خلاص ما يجدد عادي، شو المشكله؟ يجدد عادي بس ايضا المشكله بس اهم لها ضوابط يعني. ما العمليه ما هي مفتوحه يعني. خاصه احنا نشدد على يعني اللي هم لهم الاولويه اللي هم احصاء 65 وهم اللي يعني قاعدين الان بالفتره هذه قاعد نعطيهم، والباقي اللي هم اللي يصير عنده ظروف طارئه يعني مثل العلاج في الخارج او للدراسه او هذا قاعد نعطيهم ما نقصر معاهم. نعم. بس بالمقابل هل صحيح ان بعض الدول العربيه صارت نقول تشدد في منح الفيز لحاملين جواز ماده 17 بسبب تغير لونه؟ لا هو اللون ما يعني انه يعني ما يعني احنا عندنا اربع الوان اصلا، في دول عندها ست الوان. يعني فاللون هذا يعني انا عندي الدبلوماسي وعندي الخاص وعندي الجواز العادي. بس احنا نتكلم عن هذا الجواز يمكن لانه الجواز الجواز لا يعني هي اشتراطات الدول يعني حتى الكويتيين احنا يعني اخوان المواطنين في لهم اشتراطات حق يعني اي دوله تحط اشتراطات اللي هي تبيها، فانا ما افرض عليهم ما افرض عليهم نهايه اليوم يعني. اذا جاء جواز الكتروني ماده 17 راح يزرون جواز الكتروني؟ طبعا اي نفس الشيء. لا اكيد اكيد لان متطلبات هذه عالميه. اي متطلبات عالميه، فما انا قاعد اقول لك هو الفرق اللون بس. ويزيدون صفحاته؟ ما في توجه الان لزياده الصفحات، بس احتمال ما تدري انت يعني شنو تشوفونها كافيه يعني. شنو الظروف؟ على على على, على كم تعطون انتم مده صلاحيه؟ الجواز ماده 17 نعطي سنه سنتين الى ثلاث سنوات. فتشوفون عدد صفحات كافي ولا ما؟ كافي ما تعودنا. أنا تفرق انك انت خمس سنوات تكون حايز على هالجواز وعشر سنوات طبعا راح تضطر انك يعني تزيد صفحات الجواز على اساس تجيك كل ساعه تبدل. اكيد. بس هو لان مدتها قليله فما يحتاج انه يكون الجواز اصلا يعني في صفحات وايد. حلو حلو. عموما من الجوازات راح ننتقل الى الجنسيه، لكن اول شيء ابو سلمان بنشوف هذا التقرير ومنها رايحك وبعدين راح نتكلم عن الجنسيه. شوف هذا التقرير. ماشي.